أعرب وزير العدل حافظ الأختام عن أهمية إدراج العقد التوثيقي والتوقيع الإلكترونيين تحسبا لاعتماد الأرشيف التوثيقي الإلكتروني، وهو الأمر الذي يتطلب كمرحلة أولى في القريب العاجل انطلاق جميع الموثقين في عملية الرقمنة، وهذا وفقا لمخطط عمل لترقية هذه المهن القانونية والانصهار في منظومة عصرية تلبي تطلعات الموثقين وتفتح لهم آفاقا لمواكبة التطورات التكنولوجية وتضمن لهم الحماية القانونية اللازمة. خامسا وأخيرا، معالجة وضبط الأرشيف التوثيقي، وعلى هذا الأساس سيتم بعون الله وضع إطار تشريعي وتنظيمي وفق مقاربة حديثة وشاملة للمهنة للانصهار في منظومة عصرية وفقا للمعايير الدولية في الأنظمة المقارنة، منظومة حديثة تلبي تطلعات الموثقين وتفتح لهم آفاق جديدة لمواكبة التطورات التكنولوجية وتضمن لهم الحماية القانونية اللازمة، باعتبار الموثق قاضي العقود يساهم بدور فعال في إضفاء الأمن القانوني على كل المعاملات التجارية منها أو تلك المتعلقة بالاستثمار وطنيا كان أو أجنبي. وفي الأخير أعرب لكم عن اعتزازي بهذه الاستضافة الكريمة بينكم من خلال هذه الندوة التي تمثل الانطلاق الأرحب والأقوم لتعاوننا البناء وتعزيز لغة الحوار المثمر، فبمثل هذه الندوات والفعاليات تعالج الإشكاليات بحثا وتحليلا فتصل إلى توصيات ونتائج تحسبا لقطاع العدالة وهيئة التوثيق التي هي جزء منها.